النهارده ان شاء الله هنقدم لكم النوجاتين. النوجاتين بسيط جدا، بيتكون من اربع حاجات: 300 جرام جلوكوز، 15 جرام زبده، 360 جرام سمسم، 360 جرام سكر. بنبدا اول حاجه بنحط الجلوكوز. بعدين ننزل بالسكر. زي ما احنا شايفين اللون بقى لون ذهبي فاتح. ابدأ احط السمسم اللي عندي، وممكن اغير مكان السمسم احط الموند سلايز او لوز شرائح، وممكن احط عدس، ممكن احط سمسم، ممكن احط رز، ممكن احط بيستاشيو، وات ايفر اي خامه ممكن تتاكل احاول اجرشها بالماكينه او بالمردنه الرول. ولو ما يوصل اللون الذهبي الفاتح ابدا انزل الخلطه اللي عندي. لما تتجمع معايا العجينه بروح منزل عليها 15 جرام زبده. فايده الزبده ديت ان هي اما اجي اسيحها العجينه تاني بعد ما بتشتغل اقدر تفك معايا وتحل، واقدر اشتغل بيها مره واثنين وثلاثه. دلوقتي اصبحت عجينه متماسكه ليها قوام. ببدأ أفضيها على ورقة سيليكون زي ما احنا شايفين كده. وانزلهم كلهم. ولو عاوز أشكلها وهي سخنة ببدأ بسرعة أشكلها زي ما احنا شايفين كده. ممكن أفرد عليها ورقة سيليكون تاني، افردها بايدي او رول. السمك حسب ما انا اكون محتاجه، ممكن اخليها 3 مللي 5 مللي، وات ايفر الكونسبت اللي انا محتاج فيه الشغل. ممكن بعد كده اشكل اي شكل انا عاوزه. العجينة عندي متماسكة، ممكن اشتغل بيها في الكرة كمبوش، اعمل بيها جرنش لاطباق الحل، ممكن اعملها باسكت. زي ما احنا شايفين كده ممكن اشيلها واعملها باسكت للفاكهه او للكره كمبوش او البروفيترول. ممكن اعملها جرنش للاطباق. العجينه عندي لو اتمسكت ممكن ادخلها تاني الفرن لمدة 3 دقايق او الميكروويف، واقدر اشكلها وهي سخنة زي ما احنا شايفين كده. مجرد بس ما بتتلمس مع الهواء الخارجي بتبقى درجة البرودة بتاعتها كويسة. وممكن زي ما احنا شايفين نعمل بيها بليت الديزيرت او اي جرنش انا محتاج اللي انا حضره. احنا نشكل اي شكل احنا عاوزينه بالنوجاتين. ممكن نعمله باسكت للفروت للامينيتي، ممكن نعمله جرنش للكره كمبوش، ممكن منه نعمل رول، اي شكل احنا محتاجينه
بيكون تيستو كويس.